Good morning, ladies and gentlemen. كثير من العوائل والأصدقاء والمتابعين سألوني شون أبدي أنطي دروس تعليمية بسيطة أو مبسطة لأطفالي أو لأحد الأفراد اللي أنا مسؤول على تعليمهم اللغة الإنجليزية. حقيقة مسألة بسيطة جدا. إذا تريد تروح تسوي شوبينج، الكتب الأساسية اللي تحتاجها تروح تلقي هواية كتب إلها علاقة بتعليم أو تدريس اللغة الإنجليزية. إذا أهم عنصر لازم تعتمد عليه إذا هم مستوى كي أو كيندرغارتن أو حتى مستوى نيرسري، مستوى روضة، يحتاج أنه تعتمد على كثير من الصور وأقل كمية من الكلمات. اعتمد بالدرجة الأساسية على كمية كبيرة من الصور حتى يتشكل عندهم ذاكرة صورية جيدة، وبنفس الوقت عينات كلمات قليلة جدا. لا تختار كتب بيها تكست هواية. لاحظ أنه دائما هذه الكتب مصممة من قبل الخبراء لعينة معينة تحديدا تحت ظروف معينة، وممكن تكون بعض الأحيان مثالية، لكن احنا بالمجتمع العراقي مو كل الظروف مثالية حتى ندربهم. حقيقة كهواية عينات حبيت أنطيكم من عدها. مثلا هذه فلاش كاردز. فلاش كاردز هذه مهمة جدا بالنسبة للأطفال حتى تصير على شكل لعب، لأنه الأطفال يحبون يلعبون وبنفس الوقت يتعلمون. فهذه أنت من تفتحها شوف مثلا هنا flower، إذا تقلبها swimming class، فهي ممكن تسويها على شكل لعبات. هي جاية من كتاب let's go، وبيها ثلاث مستويات. فهذه موجودة بالمتنبي بكثرة، يعني مجرد تبحث عن flash cards، مو بالتحديد فلاش كاردز اللي خاصة بلتس جو، ممكن اكو فلاش كاردز اخرى عندك بيها ثلاث مستويات. هذا المستوى الثاني، وهذا لتس جو المستوى الرابع. حقيقة ما لقيت المستوى الاول لانه ما بحثت. فذولي نشوف يعني فلاش كاردز كلش حلوة، يعني ممكن تفيدهم. هسا عندك مثلا المستوى الثاني، اذا تفتحها كل وحدة بيها لون. هنا مثلا دي يدرب الافعال، هنا أنا write your name. فشون تدرب عليها؟ تقول له مثلا walking، هاي شده تسوي walking، فيصير matching بين الصورة وبين الكلمة walking. I am walking. Your brother is walking. فإذا تقلبها write your name، فممكن يصير matching. نانا this is a map، فممكن this is what is this it's a mug what is this it's a mug. بعدين numbers. فتلاحظ هذه basic elements اللي يحتاجها الشخص أو الطفل بالمراحل الأولية لتعليمه للغة الإنجليزية. أولا ابدي بشي صور هواية وكلمات قليلة، يعني عينات كلمات قليلة. عندك مثلا إضافة لهذا عندك هذا Oxford Children's Picture Dictionary كلش حلو، هذه أنصح به. أكو Oxford Picture Dictionary ذاك شوية معقد، حجمه كبير وبيه هواية كلمات. هذا بسيط جدا، يعني بأسئلة أساسية وبأفراد العائلة. مو أقول لك هو أفضل شيء موجود، لكن هذا ممكن يكون أحد العناصر الأساسية اللي ممكن تبدي وياها. يعني يبدي بالأرقام، الصور، الحيوانات، إضافة لهذا يعني مقسمة كل وحدة أفراد العائلة وشي من هذا القبيل. يعني راح يكون عنده حصيل مفردات تقريبا بالخمسمائة مفردة. بعدين إضافة لهذا قبل النوم ضروري جدا واحد يقرأ لهم قصة. هاي السلسلة اسمها Read and Shine، أنصح بها جدا. ليش؟ قلت لك كمية النصوص اللي بيها، لاحظ هنا كمية النصوص اللي بيها قليلة جدا وكمية الصور بيها هواي. بالمحصلة النهاية من توصل للنهاية شوف مخلي لك لستة مال الكلمات، مال الكلمات اللي راح يتعلمهن الشخص بنهاية الوحدة. فممكن تبدي ويا تعليم الكلمات، إضافة لهذا تبدي بقراءتك للقصة. تبدي من كي ليفل كي اللي هي 4 الى 5 سنوات، ويصعد ليفل 1 5 الى 6 سنوات، ليفل 2 لحد ليفل 8 اللي هو 12 الى 13 سنه. حقيقه يعني هسه انا اختاريت هذا ريد اند شاين، وهذا ليفل كي 5 تو 6 ييرز، هذا مستوى 5 تو 6 ييرز. الحلو بالموضوع
هنا مثلا يستخدم الكلمات بحجم كبير وصور كثيرة. فهنا we always have fun when Uncle Rob visits. Present simple. لاحظ. بعدين this time he took my brother Danny. This time he took my brother Danny and me to an amusement park. لا ضير إذا أنه أنت تترجم شنو هذه الصور وين ماخذهم. ممكن حتى تقول لهم أنه هذه بالزوراء مثلا أو مكان ترفيهي معين حتى يصير عنده contextualization. الطفل يتذكر وبعدين يصير عنده relevance, ارتباط بي, يحب يروح لهذه الأماكن. استخدامه بسيط جدا, تلاحظ مفيد جدا أنه تقرأ. اقرأ نفس القصة 7 مرات على 14 يوم يعني الطفل حتى ترسخ عده بين يوم ويوم. حاول تبدل القصص وحاول تختار مثلا 6 قصص وتبدلها شهريا. عندنا ايضا قصص اسمها Enchanting Stories. هذه مثلا قصة, هذه قصة The Lion King. الحلو بهذه انه هاي شوية مستواها مرتفع وممكن ايضا تستخدم للمستويات المتقدمة, يعني كنوع من انه انطي قصة بعدين تقرأ ليها بعدين تقول لي شنو استفاديت من هذه القصة, شنو التفاصيل. فمن راح يجي الشخص يسوي Reporting Speech راح يستخدم الماضي. الماضي نسبة 50% أو أكثر من اللغة الإنجليزية بالماضي, فبالتالي راح يتمكن من إجادة اللغة بطريقة أفضل, من إمكانيته على إلقاء الكلام بطريقة أفضل. فهذه نصائحي بالنسبة للمتدربين أو الأطفال بأعمار 4 إلى 3 إلى 5 سنوات اللي هم مستوى روضة إلى بداية يعني العام الدراسي. عندي كتابين أنصح بهم جدا بالنسبة للمستويات المتوسط أو مستوى B2 إلى مستوى C1 C2 المستويات المتقدمة. كتاب هذا نزل جديد اسمه The Room Where It Happened, مذكرات جون بولتون. هذا يحكي عن مذكراته بالبيت الأبيض. بالنسبة لك إذا حاب تقرأ عن السياسة الأمريكية فأنصحك بهذا الكتاب. إذا حاب تقرأ فيكشن فعندك الملك ستيفن كينج. هذه الرواية الجديدة اللي نزلت مات اسمها The Institute وأعتقد راح يصير على شكل فيلم. إذا ما صارت على شكل فيلم هذولي أنصحكم بيهم حتى تقضون بيهم فترة الصيف قراءة واستمتاع وبنفس الوقت تعلم مفردات جديدة. ربي يحفظكم, نلتقي بكم بدرس آخر.